من رئيس الجمهورية. في البداية تحية لكم من موريتانيا. أريد بداية أن أشير إلى أن هذه الزيارة تتميز بعدة نقاط مهمة، على من أبرزها أنها أول زيارة لرئيس موريتانيا الجزائر منذ ما يزيد على 10 سنوات تقريبا، وطبعا أنها أكثر أيضا زيارة لرئيس موريتانيا الجزائر. إذا كنتم بالاستماع إليه. نعم واصل. إنها أيضا أطول زيارة لرئيس موريتانيا للجزائر الشقيقة. هذه كلها عوامل تجعل لهذه الزيارة التي يؤديها الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني ذات خصوصية كبيرة، خصوصا أنها تأتي في سياق متميز جدا تشهد على العلاقات بين البلدين، إضافة إلى أنها ستكون انطلاقة حقيقية نحو الدبلوماسية الناعمة التي تعهد بها الرئيس البريطاني محمد الشيخ رزواني في برنامجه الانتخابي، سواء على مستوى العلاقات العربية والعلاقات الإفريقية. طيب سيد مهدي، كيف تقرأ الأحزاب أو الطبقة السياسية في موريتانيا، كيف تقرأ هذه الزيارة للرئيس الموريتاني إلى الجزائر؟ هل فيه ترحيب بهذه الزيارة؟ أكيد العلاقات الموريتانية الجزائرية منذ القدم علاقات بين البلدين والشعبين تمتاز بعلاقات جد متميزة، وبالتالي كل القوى الموريتانية سواء كانت شعبية أو سياسية أو غير ذلك ترحب بمستوى العلاقات الموريتانية الجزائرية. وطبعا هذه ميزة تميز الموريتانيين، أنهم شعب يتميز بالطيبة مع كل الجيران ومع كل الدول العربية بصفة عامة. طيب في المستوى الموريتاني بهذه الزيارة التي يؤديها الرئيس الموريتاني محمد الشيخ رزواني للجزائر وجدت صدى كبير في الإعلام الموريتاني وفي مختلف الآراء السياسية المحلية، وبالتالي هي تتميز أنها كما قلت ثالثا تأتي في سياق عربي له خصوصيات، وبالتالي يعلقون آمال كبيرة على هذه الزيارة وعلى مثلها أيضا في البرنامج الذي تعهد به الرئيس الموريتاني. سيد مهدي، فيها الكثير من الأمور المشتركة بين الجزائر وموريتانيا، طبعا لن أتحدث عن الحدود التي تربط بين البلدين، إنما فيه تحديات أمنية، فيه أهداف اقتصادية مشتركة بين الجانبين. أنت كصحفي، هل ترى أن هذه العلاقة بين الجانبين ترقى إلى مستوى هذه الأمور المشتركة بين الجزائر وموريتانيا؟ هو فعلا العلاقات الموريتانية الجزائرية كما قلت ثالثا تتميز بالكثير من الخصوصيات، خصوصا أن السياق الذي تأتي في هذه الزيارة يتميز بالكثير من الملفات المزارعة على مستوى المنطقة، وطبعا الكثير من النشاط الاقتصادي. صحيح. وبالتالي كما أشرتم أن الحدود الموريتانية الجزائرية تتميز بخصوصية كبيرة، خصوصا في البعد التجاري، التبادل التجاري بين تندوف وزوارات، هذا شق اقتصادي مهم، وأن الكثير من الزيارات التي أدتها الوفود الموريتانية الجزائرية في إطار التبادل بين البلدين سواء على مستوى سيعطي نتائج كبيرة على مستوى الاتفاقيات كما يتوقع الكثيرون. إحدى أبرز الزيارات التي على الأقل ستضفيها هذه الزيارة إن صح التعبير على مستوى البلدين، وبالتالي الآمال كبيرة معلقة على هذه الزيارة. الملفات المشتركة كثيرة جدا، العلاقات الثنائية بين البلدين تقود نحو مزيد من الشراكة بين الجزائر وموريتانيا، وطبعا الملفات المشتركة. طيب سيد مهدي، أريد أن أسأل الآن بخصوص الملف أو الملفات التي ستكون حاضرة خلال جدول أعمال الرئيسين. لابد وأن الملف الصحراوي سيكون حاضر، في رأيك هل في تطابق للرؤى بين الجزائر وموريتانيا بخصوص القضية الصحراوية، وهل يمكن أن يرفع التنسيق بين الجانبين في هذا الصدد؟ هو في الحقيقة
الحقيقة من وجهة نظري ومن وجهة الكثير من المراقبين أن العلاقات الموريتانية الجزائرية تقوم على دعامة شراكة وعلى أسس بين الشعبين وبين البلدين، وبالتالي المنطلقات التاريخية والمنطلقات السياسية التي تشهدها المنطقة ستعكس بجلاء مستوى هذه الزيارة. أما بخصوص الملف الذي تحدثتم عنه، أعتقد بأن هذا من الأمور الذي أشار إليه الرئيس الموريتاني سابقا في إحدى خرجاته، أنه طبعا سيتمسك بالموقف الموريتاني على ما أعتقد، وبالتالي الموقف الموريتاني هو الذي سيحدد بعد هذا الملف في الزيارة التي سيؤديها الرئيس الموريتاني للجزائر، وبالتالي الموقف الموريتاني تجاه هذه القضية هو موقف ثابت وموقف أعتقد بأنه حسم من قبل، وسيكون له أيضا تجليات كبيرة. فعلا شاهدنا منذ أسابيع الدور الموريتاني الذي تلعبه بين فرقاء المنطقة العربية خصوصا المغرب العربي، وبالتالي هذه الرؤية الموريتانية إن طبقت فعلا ستكون لها تجليات كبيرة على أبرز الملفات المزارة في المنطقة، خصوصا فيما تشترك معه الرؤية الموريتانية تجاه الملف الصحراوي، صح التعبير، المناخ بين البلدان، وبالتالي تعزيز ثقافة السلم والتهدئة والأخوة والصداقة. نعم جميل. طيب خليني أسأل الآن بخصوص كان فيه غارة ربما استهدفت قافلة مدنية وهي قافلة تجارية كانت متوجهة من الجزائر إلى موريتانيا، هل فيه مخاوف موريتانية من أن تتكرر أو يتكرر هذا الاعتداء بما قد يهدد الإمداد اللوجستي من الجزائر إلى موريتانيا؟ لا أعتقد بأن هناك ما يمكن أن يهدد الأمن الموريتاني أو يهدد الحدود الموريتانية، هذا كمنطلق. وبالتالي موريتانيا قادرة على حماية حدودها من أيا كانت، من أيا كان، وبالتالي لا تتأثر بالتأثيرات التي بشكل مباشر بالتأثيرات التي قد تكون لها مساس كبير، وبالتالي موريتانيا تلعب الآن دورا كبيرا في المنطقة لإشاعة ثقافة السلم والأخوة والصداقة كما أسلمت، وبالتالي هي ستبقى بعيدة كل البعد، وبالتالي قادرة على حماية حدودها وعلى أن لا تتأثر انطلاقا من بعد السيادي ومن حماية ورؤية رئيس الجمهورية للمصالح الموريتانية ومدخل أيضا الشعب الموريتاني، وبالتالي هذه أعتقد بأنها جوبعات إعلامية لا تؤثر كثيرا على العلاقات بين البلدان ولا تؤثر أيضا على أصحاب الرؤى العميقة في البعد الجيوسياسي للمنطقة. نعم طيب بعيدا عن الصحراء الغربية وبعيدا عن السؤال الذي سألته آنفا، في الكثير من الملفات الأخرى في المنطقة التي تهم الجزائر وموريتانيا، دعني أتحدث معك عن الملف المالي ربما اللي حتى موريتانيا يشكل ربما تهديد مباشر لأمنها القومي من خلال التطورات الأخيرة، النيجر مثلا، حتى ليبيا، منطقة الساحل عموما، إذن فيه تحديات أمنية مشتركة بين الجزائر وموريتانيا، هل فيه مثلا أفق أو ربما إمكانية لتنسيق أكبر أمني بين الجزائر وموريتانيا؟ الاتفاقيات المشتركة التي قد تقود إلى مثل هذه الشراكات، وهناك أيضا المصالح المشتركة، وهناك أيضا الملفات التي تصب في بظلالها على المنطقة بصفة عامة، وبالتالي هي عوامل مشتركة سواء بين موريتانيا والجزائر أو بين مالي وموريتانيا والعكس، وبالتالي هي ملفات تلقي بظلالها على المنطقة بصفة عامة سواء في البعد الأمني أو في البعد الجيوسياسي أو في كرونولوجيا الأحداث التي تخلقها هذه الملفات في المنطقة، وبالتالي أعتقد بأن المشتركات كثيرة، وأعتقد أن الأفق المستقبلي كبير لهذه البلدان خصوصا موريتانيا والجزائر، وأن الرؤى السياسية والأمنية تكون متقاربة جدا لأن تبادلات شبر متقاربة، ولأن المشتركات كما قلت كثيرة، ولأن أيضا الاستراتيجيات تتقاطع كثيرا، وبالتالي بين
بين تجدد الصراع الذي يلقي بظلاله المنطقه وبين اكراهات المرحله وبين ايضا ضروره الشراكه المستقبليه. اعتقد بان هذه هي الارضيه الان التي ستنطلق منها الدبلوماسيه الناعمه لتعزيز المشتركات وللمحافظه على الاخوه والصداقه بين البلدان وعلى ايضا الحفاظ على المصالح المشتركه. وبالتالي من زاويه الصحفي اعتقد بان هذه الزياره التي سيؤديها الرئيس الموريتاني محمد الشيخ للجزائر ستعطي نتائج كبيره في الملفات التي تتقاطع فيها موريتانيا والجزائر. وهو كذلك الصحفي الموريتاني المهدي نجاشي، كنت معي عفوا مباشره من موريتانيا، اشكرك جزيل الشكر على هذه المداخله. مشاهدينا الكرام، موعد